برنامج نساء مؤثرات وبرنامج أطلقته One Voice في بداية السنة 2013، كان الهدف منه العمل مع النساء من محافظات مختلفة في فلسطين والخروج في مجموعة تدريب، إعطائها تدريب معين في مواضيع معينة، وعمل مجموعة منهم ليكونوا حتى يكونوا قياديات يعملوا تغيير معين كامرأة فلسطينية من مجتمع مسلم محافظ، كيف عندها قدرة تكون قائدة وتعمل تغيير اجتماعي سياسي اقتصادي المطلوب لإنهاء الاحتلال كفلسطينيين عايشين تحت احتلال. برنامج مهارات الاتصال والتواصل والتخطيط وقيادة الأنشطة المجتمعية، كان الهدف منه إنه هذول البنات يتعرفوا على مهارات أساسية اتصال التواصل، اتصال التواصل الإيجابي طبعاً، وكيف التخطيط لمبادرات ونشاطات مجتمعية. في البداية عملنا ورشات عمل تعريفية للمؤسسة ولرسالتها ولنشاطاتها وخصوصاً للمشروع ولأهدافه ولأهداف المشروع وللآليات اللي نشتغل عليها من التدريب وكيف إطار المشروع، كيف رحلة المشروع راح تكون. عملنا ورشات عمل تعريفية في 6 مدن فلسطينية، كانت عبارة من 3-4 ساعات، كانت نقاش عن دور المرأة، أهمية المرأة، كيف هي كأم وأخت وزوجة وشو أهميتها في تربية الجيل الجديد، كيف أهميتها في تربية الجيل الجديد راح يكون هو جيل قيادي في المستقبل. أكثر شيء ناقشناه بهذا الموضوع وكان تركيز عليه هو كيف العقوبات التي تواجه النساء الفلسطينيات، وهذه العقوبات التي تمنع هذه النساء من أن يكون قائدات في مجتمعهن وأخذ الدور والقيام بالنشاطات العملية التي تظهر هذه المرأة في مكان قيادي في أنها صاحبة رسالة وقادرة على التغيير في المجتمع.